رصاصة طائشة تصيب أذن مدمن مخدرات إثر خلاف بين أفراد شبكات التجار بالمخدرات في المغرب. إليكم تفاصيل الواقعة. سجلت منطقة سلوان بإقليم الناظور في المغرب وقوع حادث إطلاق أعيرة نارية من بندقيات صيد إثر خلاف بين بارون وموزعين، انتهى بإصابة مدمن كان يستعد لاقتناء قطعة من الحشيش، إذ تسببت شظايا الرصاصة في اقتلاع جزء من أذنه وفق ما ذكرته صحيفة الصباح المغربية. السلطات انتقلت إلى مكان الحادث، وبعد إجراء أبحاث ميدانية تم الاهتداء إلى الخراطيش الفارغة للرصاصات المستعملة وسيارات المشتبه فيه التي تم حجزها، في حين تتواصل عملية البحث لإيقافه. هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة تبادل إطلاق النار بين أفراد شبكات المخدرات، وسبق للسلطات المغربية أن باشرت حملات اعتقالات واسعة إثر ذلك، فأحالت المشتبه فيهم إلى العدالة في انتظار نتائج التحقيقات وتوقيف المشتبه فيه. ما تعليقك على الواقعة؟